الهاف لايف. يا سلام، انا شيت تعرف كذا هاف لايف. قال اول شيء تبدا لي هو الزمن. لما قلت هو الزمن انسى انه في تعريف صحيح. هو الزمن اللازم لخروج نصف جرعة الدواء من الجسم. السؤال رقم 2، ليش نص الجرعة؟ ليش ما تكونش ربع الجرعة؟ ليش ما أقولش خروج ربع جرعة الدواء من الجسم؟ شوف فرق، في حاجة اسمها هاف لايف وفي حاجة اسمها ديوريشن اوف اكشن. الاثنين غالبا ما فيش بينهم علاقة. صح احيانا اقول لك خذ كل 8 ساعات وتكون حق الهاف لايف 8 ساعات، لكن في ادوية عندي انا اعطيك اياها، مثلا سيبروفلوكساسين يا دكتور حبة باليوم صح؟ كم التهاب حقه؟ 4 ساعات، نصف عمره 4 ساعات. بس الديوريشن اوف اكشن حقه كم؟ 24 ساعة. ليش؟ لأنه أنت لما تجي تقيسه في الدم ما عادش موجود. وين هو أصلاً؟ في الأنسجة والخلايا. 4 ساعات هاف لايف. طيب ديوريشن 24 ساعة. بخليه ربع، ليش بتكون نص؟ ليش أقول لك هو الزمن لازم لإخراج نص جرعة الدواء من الجسم؟ سمعتوا بحاجة اسمها ثريست أوردر وزيرو أوردر؟ يا شباب الثريست أوردر يعتمد على كم كمية التركيز الدواء الذي موجود في الدم. هذا فريست أوردر، ولأن عندي معظم الأدوية 95% من الأدوية تسلك سلوك الفريست أوردر. ليش؟ أنت لو جبت 1000 ملغرام يخرج لك 500، جبت 10000 خرج لك 5000، جبت 20000 خرج لك 10000 ملغرام. عشان كذا يعتمد على التركيز، كامل التركيز الموجود في الدم هو بيخرج لك 50% منه لأنه نسبة. هذا فريست أوردر اللي إيش؟ فريست أوردر. أما الزيرو أوردر هذه لا، هذا معروف. مثلا ها مش ثابت، مثلا 10 ملغرام كل ساعتين. طيب بعد ساعتين أخرى 20 ملغرام، طبعا 10 و10 زادت، ها بتزيد 10 ملغرام بعد ساعتين أخرى. طيب ساعتين وساعتين بتصير كم؟ 4 ساعات. 4 ساعات كم صارت؟ 20 ملغرام. هذا زيرو أوردر، بمعنى أنه يخرج كمية. أنت جيب هنا إن شاء الله 1000 يخرج 10، جيب 100 يخرج 10، جيب 10 يخرج 10. أما صاحبنا الثاني فريست أوردر لا، جيب 10 يخرج 5، جيب 5 يخرج 2.5، جيب 2.5 يخرج كم؟ 1.25، وهكذا. عشان كذا أنا قلت لكم شرحت لكم هي هنا اللي هي هذه. أيوة مثلا لو أخذ دواء 100 ملغرام وكان الهاف لايف حقه 12 ساعة، بعد 12 ساعة يا شباب، شوف الهاف لايف من المصطلحات المهمة التي يجب عليك كصيدلي انك تفهمها. صعب تخرج للسوق يجي واحد يقول لك يا دكتور انا اقرا نصف العمر نصف العمر. ما هو نصف العمر؟ ما تدريش ايش تقول له صح؟ طيب 100 ملغرام يا شباب بعد 12 ساعة رقم واحد كم حيكون التركيز؟ 50 ملغرام. طيب بعد 12 ساعة رقم 2 24 ساعة كم حيكون التركيز؟ 25.0، لأنه يعتمد على التركيز الموجود في الدم، فبتكون النتيجة 25، وبعدين 12.5، وبعدين 6.25، وبعدين 3.125، وهكذا. ففكر الهاف لايف رقم واحد هنا، 2 3 4 5 هاف لايف. وتعالوا شوفوا القواعد، قواعد رسمية مع كل الأدوية مع كل هاف لايف. طب تعالوا شوفوا القاعدة رقم واحد، 5 هاف لايف تحتاجها لإخراج ما نسبته 97% من الدواء. قاعدة عامة ثابتة لكل الأدوية بأي جرعة تشتيها، وحسبها على أي جرعة تشتي حتى إن شاء الله تعطي 1000 ملغرام، تحتاج 5 هاف لايف بس. عشان كم تخرج؟ 7. تعال نحسب على 1000، وكم هاف لايف؟ 24 ساعة صح؟ فبتضالي 500 250 125 62.5، 1 2 3 4، باقي 31.25، 5. تعال اجمع من هنا، اجمع هذا كامل، 500 زائد 250 875 لهنا صح؟ 875 زائد 62.5 968.75. تعال اقسمها على 1000 اللي هي الجرعة الكلية، بوينت 96 وكم؟ 8. طيب اضربها في 100 عشان تطلع نسبة، تطلع 96.8. وانا قلت لكم 5 هاف لايف تخرج لك ما نسبته 97%، فعشان كذا تقول تقريبا تساوي كم؟ 97%. القاعدة رقم 2، تحتاج الى 7 هاف لايف عشان تخرج ما نسبته 99% من الدواء. ولأي دواء بأي تركيز
لأي هاف لايف، واضح؟ ما وش داعي نحسبها، روح انت احسبها في البيت. 97% من ليش؟ من الدواء، واضح كذا؟ نجي لدراسة العلاقة ما بين الجرعة المعطاة وكمية الدواء داخل الجسم. بندرسها على شارت أو على جراف. شوفوا لي هنا يا شباب، لو سمحت ادرس العلاقة ما بين الجرعة التي أعطيتها الكونسنتريشن داخل الجسم مع الزمن. هذا مهم جدا تفهمه. وأنا أعطيك، ممكن أعطيك سؤال. هذه أول شيء اسمها إيش اسمها؟ دراسة العلاقة ما بين الزمن والتركيز الجرعة داخل الجسم. واحد، هذا الزمن بتشوفوه وهذا الكونسنتريشن. ركزوا معي، عند إعطاء الدواء الآن أول سؤال أقدر أقوله، هل احنا عرفنا أنه في معين انترافاسكولار ادمنستريشن وفي اكسترافاسكولار ادمنستريشن، صح؟ في دواء أعطيها في الوريد مباشرة ما تحتاجش امتصاص، وفي عندي جرعات أعطيها فين؟ اكسترا، خارج الوعاء الدموي، بما فيها الحقن تحت الجلد تعتبر اكسترا ولا انترا؟ اكسترا. أي حاجة تحتاج لامتصاص أسميها إيش؟ اكسترا. طيب حدد لي من الشكل الأمامك، هل الجرعة أو الجراف اللي أمامك أو الرسمة اللي أمامك ناتجة من جرعة انترافاسكولار ولا اكسترافاسكولار؟ ليش؟ طيب ليش أنت حددت أن هذا فيها امتصاص؟ أين الامتصاص؟ أيوه ما فيهاش امتصاص، بتشوفوها ما فيهاش امتصاص. يا جماعة الخير، لما تعطيه في الوعاء الدموي كيف ترسم لك العلاقة؟ ها أنت بنت، تبدأ من الصفر، التركيز يبدأ في الدم من الصفر. لما تعطيه في الوريد أنت تعطي بولس 100 ملي جرام تعطيه مرة واحدة، فبالتالي يبدأ من فوق وينزل بهذا الشكل. لما أشوف الرسمة بدأت من هنا أقول عنها إكسترا، صح؟ إنترافاسكولار. لكن لما يبدأ التركيز من الصفر فيرتفع تدريجيا أسميه إيش؟ أسميه هذه حالة الامتصاص، فبالتالي هذه إكسترافاسكولار. إلا في حالة واحدة فقط من الإنترافاسكولار، الانفيوجن، التسريب الوريدي. التسريب الوريدي يبدأ من الإيش؟ من الصفر. خلوا ذا في بالكم، لأني بتجي لكم أحيانا أدي لك الصورة. التسريب الوريدي أن أنا أحطه داخل المغذية وخليه يسرب لك نقطة نقطة نقطة، فبالتالي يرتفع التركيز، يرتفع ارتفع لما يوصل درجة عالية. ممكن أعطيك إياها الشكلين هذا وأقول لك اختار، هل هذا انترافاسكولار ولا حتى آي في؟ اكتب لك أينو آي في منهم، اختار الآي في، بتختار هذه ولا هذه؟ تعالوا شوفوا بس عشان تعرف تعبر عنها، لأنه أقول لك اشرح. طيب هنا يبدأ التركيز من الصفر، فبالتالي الخط من هذا المكان إلى هذا المكان أقول عنه أبزوربشن، امتصاص. الخط من عند النقطة صفر إلى هنا امتصاص. ليش امتصاص يظهر بالارتفاع؟ هل السؤال، هل يوجد هنا كمية من الدواء يتم إخراجه أو الإليمينيشن أو الإكسكريشن؟ ها؟ إلا في إخراج، ولكن لأن نسبة الامتصاص عالية جدا أكبر بكثير من الإخراج، فبالتالي يظهر البيك بالارتفاع، واضح؟ والعكس بيكون في هذا الخط، لأن نسبة الإخراج أكثر من الامتصاص، فبالتالي شوف، لا هنا لهذا المكان ما زال في امتصاص، شوف هذا المكان ما زال في امتصاص، لكن هنا من عند هذه النقطة أصبح أغلق خلاص، كله إيش؟ إكسكريشن، ما عاد فيش امتصاص في هذا المكان. طيب المكان هذا عند هذه النقطة، شوف الخط هذا، الخط هذا اسمه مينيمم إفكتيف كونسنتريشن، وهي أقل جرعة من الدواء تعطيني فعالية. التركيز هنا هل هو موجود في الدم أو لا؟ موجود في الدم، لكن هل تظهر الفعالية؟ لا تظهر الفعالية إلا عند وصول الدواء لوين؟ إلى هذه النقطة، إلى المينيمم إفكتيف كونسنتريشن. وفي نقطة فوق نسميها مينيمم توكسيك كونسنتريشن، أو تسميها ماكسيمم إفكت كونسنتريشن، أعلى تركيز يعطيك فعالية، بمعنى أنه بعده بتبدأ الأعراض ليش؟ السمية. ما بين نقطة المينيمم توكسيك كونسنتريشن ونقطة المينيمم إفكتيف كونسنتريشن أسميه ثيرابيوتيك رينج، نسميه إيش؟ أو ثيرابيوتيك إندكس. والثيرابيوتيك إندكس هو الفرق ما بين الجرعة الفعالة والجرعة السامة، هذا ليش؟ المدى أو المنسب العلاجي. طيب تعال شوف الديوريشن أوف أكشن والأونست أوف أكشن. هنا أسمي عند الزمن هذا، أنزل خط في هذا المكان، مش هنا وصل لأقل تركيز يعطيك فعالية، إذن هنا ستبدأ التأثيرات. نزل خط إلى هنا وقول عن هذا الزمن
onset of action. من كم لكم؟ من صفر دقيقة إلى ثلاث دقائق. بعد ثلاث دقائق سيبدأ عندي ال onset of action. بداية ليش؟ التأثير. طيب ركز معي. بيمشي التأثير، فعالية موجود في فعالية هذا كامل. وعند العودة إلى نفس النقطة مرة أخرى أنزل خط من عند الزمن هذا إلى هذا الزمن وأقول مثلا ساعتين، وأقول أن الساعتين هي duration of action، وأقول عند العودة لهذه النقطة عند هذا الزمن أقول termination of action، إزالة التأثير، انتهى التأثير هنا. ليش؟ لأنه رجع إلى أقل تركيز. بعد هذا التركيز، هذا كل التراكيز اللي في المنطقة هذه تراكيز ما موجودة في الدم، وإحنا معترفين فيها أنها موجودة في الدم لكن ما تعطيش أي فعالية لأنها ما وصلتش إلى تركيز المينيمم effective concentration. زد كمان عند هذه النقطة حاجة اسمها السي ماكس، وهي أعلى تركيز وصل إليها الدواء في الدورة الدموية. تعمل خط له هنا وتشوف كم التركيز الموجود على خط التركيز، وبعدين تمسك خط وتنزل من هذا المكان وتنزل لا عند ليش الزمن، وتقول عنه إيش التي ماكس، وهو الزمن اللازم لوصول جرعة الدواء إلى أعلى تركيز اللي هي السي إف ماكس. طيب تعال شوف هنا، أنت لو لاحظت أنه في عندي كذا، ففي هنا وهنا تقريبا أنا مش قلت لكم أن هنا الأبزوربشن أعلى من الإخراج، أبزوربشن أعلى من الإليمينيشن، ومش قلت لكم هنا أن الإليمينيشن أعلى من الأبزوربشن. طيب إيش وضع هذا المكان؟ نعم، الريت إن يساوي الريت أوت، معدل امتصاص الدواء يساوي معدل خروجه، عشان كذا ظهر عندي البيك كأنه متساوي الخط، كأنه إيش متساوي الخط. وهذه المنطقة اللي أنا أسميها steady state، مرحلة ثباتية تركيز الدواء عند إيش نقطة معينة أو عند تركيز معين، وهو عندما يكون عندي معدل امتصاص الدواء يساوي معدل خروجه. 10,000 من أين؟ هذا ليه ما نحصلش 1,000؟ كذا مهم الرسمة هذه. ها طيب التعريفات يا شباب، هنا termination of action therapeutic ring. طيب هذه رسمة أخرى للثيرابيوتيك رينج، رسمة أخرى للثيرابيوتيك رينج. لو كان هذا المكان 100% من الريسبونس، بمعنى أنه مثلا إنزال ضغط الدم إلى 80 اللي هو الدايستوليك، طيب هنا التوكسيك ريسبونس، استجابة ولكن سامة يعني قدر الجرعة، ففي معك هنا سام وهنا إيش وهنا الجرعة الفعالة، فبالتالي المدى ما بين هذه وهذه اللي هو الفرق ما بين الجرعة الفعالة والجرعة السامة أسميه إيش؟ therapeutic index أو therapeutic ring. نجي لموضوع جديد اسمه site أو sites of drug administration. إحنا عرفنا مكان إعطاء الدواء للجسم، إما تعطيه في الوريد وإما تعطيه خارج الوريد. ففي معي intravascular وفي معي extravascular. طيب في الوريد أو في الintravascular هن ثلاث، وما عداهم extravascular. الانترافاسكولار إما في الوريد وإما في الشريان وإما في حل خلاص انتراكارديال. الانترافاسكولار والاكسترافاسكولار إذن ثلاث نعتبرها انترافاسكولار، وما سواهم يعتبر إيش اكسترافاسكولار. بس في معي حاجة معينة إذن تضيف هنا انتراكاردياك. طيب ما هي خصائص الانترافاسكولار؟ إيش خصائصه؟ واحد، ما فيش أبزوربشن. أنت أعطيته أصلا في الوريد، والتعريف عندي حق الامتصاص هو انتقال الدواء الى الدوره الدمويه، انت اصلا تعطيه في الدوره الدمويه ما عاد فيش انتقال، اذا ما فيش ابزوربشن. اثنين، التاثير مباشر، ما فيش عندي حاجه اسمها الزمن لحصول الفعاليه، ما فيش لانك انت اعطيته في الدم معناها هيبدا التاثير ايش مباشره. ثلاثه، كل الجرعه اللي انت تعطيها توصل كلها للدوره الدمويه. انت اعطيت 100 ملي جرام في الابره، خلاص 100 ملي جرام يعتبر مناسب جدا. واحد فاقد للوعي اروح افتح الفم حقه واعطيه اورال؟ لا ما ينفعش. حتى اذا عادوا مش فاقد للوعي بس حاله امرجنسي، انا اشتي سريع، اذا اعطيه ايش حقن. طيب الادفيرز افكت، هذه في مشكله كمان صعب انك ترجعها، التاثيرات الجانبيه في صعوبه، مثلا جاء واحد وتسمم اعطيته جرعه زايده، فممكن تلحقه ممكن ما تلحقوش، لكن الدواء اللي عن طريق الفم معك وقت لا بأس. تغسل المعدة يكون في ما زال دواء عدو ممتصش مثلا،
تأخر الامتصاص ممكن تعطيه أنتيدوت، لكن لقده في الدم ما عاد فيش مجال إلا أنك تمشي مع الحاصل. الآن الشكل الذي ينتج من إعطاء جرع في الانترافاسكولر هو هذا الشكل، إن التركيز يبدأ من الأعلى وينخفض، لكن في الإكسترافاسكولر بيكون كذا. عرفت الفروقات؟ الامتصاص واحد، الامتصاص وأنه ينفع في الإمرجنسي وتأثير إميديات مباشر، والرسمة بتكون بهذا الشكل. اللي بعده الإكسترافاسكولر، وكل هذه إكسترافاسكولر، أورال، انترامسكولر، سبكتينيوس، سبلينجوال، ريكتال، ترانسديرمال، إنهيليشن، هذه كلها الجرعات التي تعطيها خارج الوريد، وكلها تحتاج لإيش؟ إلى امتصاص. الخصائص، الخصائص يا شباب الامتصاص مهم. اثنين، وفي اونست اوف اكشن، ضروري يكون معك زمن عشان يبدا التاثير. ثلاثه، كل الجرعه المعطاه ما توصلش الدوره الدمويه، خاصه التي تعطيها عن طريق الفم عشان العبور الاولي على الكبد. تحت اللسان ممكن يبقى حاجه بسيطه لا يمتص، تحت العضل او في العضل مثلا، مش ما فيش حاجه اسمها تحت العضل، في العضل يبقى شويه مثلا، تحت الجلد برضو ممكن يبقى شويه لا يمتص، فبالتالي ممكن الجرعه الذي اعطيتها ما توصلش كلها للدوره الدمويه. وهذا الشكل يبدا من الايش؟ من الصفر. ويختلف الفورميليشن، ها معك فورميليشن اي، فورميليشن بي، فورميليشن سي. ايش معنى فورميليشن؟ قد يكون هذا كبسول، قد يكون شراب، هذا كبسول، هذا يكون تابلت. فالشكل الصيدلاني يختلف في اعطاء الجرعه. امبورتنت ديفينيشنز، تعريف، عرف ما اسالكش مباشر يعني، بس اجيب لك التعريف واعطيك المصطلح، واللي اعطيك المصطلح واعطيك التعريفات، وانت اختار التعريف المناسب. في الحقيقه هي فهم، حتى لو قلت لك عرف ما فيش داعي تلتزم بالكلام الموجود هنا، قولوا بس اهم شيء فاهم. الفارماكوكينيتكس مع تعريف، اثنين تعريف، واحد ما تقول هو دراسه الاربع العوامل اللي الابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم، او تقول ماذا يعمل الجسم للدواء، ماذا يعمل الجسم للدواء، لا الجسم للدواء. كلينيكال فارماكوكينيتكس، ما هو الكلينيكال فارماكوكينيتكس؟ هو تطبيق المعايير التي درستها في الفارماكوكينيتكس سريريا، تطبيقها بس. كلينيكال فارماكوكينيتكس تطبيق المعايير النظرية اللي احنا درسناها. ثلاثة، البايو فارماسيوتكس، هذه مادة مستقلة احنا ندرسها، نقول عنها هو دراسة العوامل التي تؤثر على امتصاص الدواء، دراسة العوامل التي تؤثر على امتصاص ايش؟ الدواء. فارماكو دينامكس معها تعريفين، نفس الفارماكوكينيتكس، إما تقول ماذا يعمل الدواء للجسم، أو تقول هو دراسة الميكانيزم في أكشن والإفكت والسايد إفكت والستركشر أكتيفيتي ريليشن شيب أوف ذا دريكس. هذا التعريف ببساطة، إما تقول عنه هو ماذا يعمل الدواء للجسم، أو دراسة آلية العمل وتأثيرات الدواء والأعراض الجانبية والستركشر أكتيفيتي ريليشن شيب، اللي هو علاقة الدواء، علاقة الستركشر الكيميائي بالتأثير ليش الدوائي. دراج أبزوربشن، انتقال الدواء من مكان الإعطاء للدورة الدموية. accumulation، نقول عن الدواء أنه تراكم في الجسم عندما يتعدى معدل الامتصاص معدل الإخراج، عندما يكون معدل الامتصاص أعلى من معدل الإخراج. steady state، مرحلة ثباتية الدواء عند تركيز معين. أنا مش قلت لكم الهاف لايف عندي هو إخراج نصف جرعة الدواء من الجسم؟ طيب إحنا شرحنا كيف يتم إخراج الدواء من الجسم لجرعة واحدة. طيب لما نأخذ المالتيبل دوز، طيب 100 ملي جرام يا شباب، لو مريض ضغط وبياخذ 100 ملي جرام، هو مش بياخذ كل يوم حبه؟ طيب تعالوا شوفوا ايش بيحصل. 100 ملي جرام بعد اليوم الاول بينزل الدواء لكم؟ 50. والمريض ملتزم ما شاء الله بيرفع جرعه ثانيه، يصير معي التركيز ال 50 الباقيه في الدوره الدمويه، والحبه اللي اخذها اليوم الثاني ال 100، 100 زائد 50 كم صير؟ 150. وبالتالي بيرتفع التركيز شويه، كان هنا 100 بيرتفع ل 150، بعدين تنزل ل 75. طيب 75 ما زالت في الدم، و100 اخذها اليوم الثالث، 175 نصها 87.5، 87.5 في الدم، و100 اخذها اليوم الرابع 187.5، وهكذا بيمشي الوضع. بيصير التركيز 200 ملي جرام وبينزل كم؟ 100. والمريض اليوم السابع الثامن كم بياخذ؟ 100 زائد 100، 100 في الدم و100 بياخذها من الخارج، كم تصير؟ 200. بعدين كم تنزل؟ 200. خلاص هذا اصبح اسمه steady state. ايش ما اعطيش من اول يوم حبتين، واقول اليوم الثاني خلاص واصل، فبتصير بالضبط من كذا 200 100 200،
بعدين ياخذ اليوم الثاني حبه بس 200 100، وصرنا تركيز من البدايه. لانه هنا كم يحتاج انت عشان توصل الى 97% من هذا التركيز؟ تحتاج 5 هاف لايف. نفس القاعده الاولى، بس كان القاعده الاولى الاخراج، هذا لتراكم الدواء. 5 هاف لايف عشان توصل ل 97، بينما تحتاج الى 7 هاف لايف عشان ايش توصل ل 99% من الستدي ستيت. قال ليش ما نعطيش 200 من البداية؟ طبعا هذه لو أعطينا 200 اسمها loading dose، بينما الأولى كان اسمها maintenance dose، الجرعة المحافظة والجرعة التحميلية. ليش ما نعطيش؟ طبعا في الحقيقة احنا نحتاجها في بعض الحالات، بدل ما خلي المريض ينتظر 7 أيام عشان يوصل للتركيز هذا 7 أيام، أعطيه حق اسمها loading dose. طيب ليش ما أعطيش من البداية؟ مثلا أحيانا الجهاز الهضمي ما يتعودش، انت تشي تعمل تعويد للجسم حبه حبه، ممكن اذا اخذ حبتين من اول يوم يجيله غثيان وجاستريك ابست، فبالتالي ممكن المريض يرمي بالعلاج يقول لك يا خليني بس قدنا على مرضي، لكن بداله حبه حبه عشان يبدا يعود الجسم ايش على الدواء لما يوصل التركيز بنفسه لكام؟ ل 200 ملغرام. واحيانا نحتاجها، احيانا ايش نحتاجها؟ لو كانت الحاله تستدعي ذلك، مثلا شخص عنده سيفير انفكشن، يعني عدوى شديدة مثلا، انفكشن عديدة بكتيريا، فبالتالي يقول لك بدل ما اجلس اخلي المريض يشقي على 500 ملي جرام خليني اعطيه حقنة 2000 ملي جرام في الدم، وبعدين اخليه يعطيه تابلت. مثل ما يحدث في العمليات، يعطوه 3 أيام في المستشفى بعد العملية حقن، وبعدين يعطوه اورال عن طريق الفم، فبالتالي معك تركيز كويس في الدورة الدموية، انت حافظ على هذا التركيز، حافظ على ايش؟ هذا التركيز، هذا اللي هو الستيد ستيت ميتابوليزم. ذكرنا قلنا هو عملية تحوير كيميائية تهدف إلى تحويل الدواء من أكتف إلى إنكتف. الديسبوزيشن مصطلح يشمل عندي ديستريبيوشن ميتابوليزم وسكريشن. بادي فلو ريت هو معدل أو سرعة تدفق الدم للأعضاء، ويقاس بالملي لكل 100 جرام من العظم. كم وزن العظم يعني؟ طيب الكومبارتمنت، عشان تفهم الكومبارتمنت يا شباب ركز معي. الكومبارتمنت هي حجرات افتراضية، ركز معي، حجرات افتراضية أو العلم افترضها فارماكينيتكس عشان تسهل عندي عمليات الحسابية. حجرة بمعنى أني أقسم الجسم إلى حجرتين رئيسيتين، حاجة أسميها سنترال وحاجة أسميها إيش بريفرال. في الكومبارتمنت مثلا أنا أخذت الأعضاء عالية التزويد بالدم مثل الليفر والهارت والكيدني والبرين، وحطيتها بداخل حجرة كذا. ليش؟ لأنها عالية التزويد بالدم، معنى لو أنا أعطي الدواء يتوزع في هذه الأعضاء سريع التوزيع، صح ولا لا؟ وحطيت الأعضاء قليلة التزويد بالدورة الدموية مثل العظام، البون، كارتيلج، سوفت تيشوز أو الأنسجة الدهنية، المسلز، عضلات، وسويتها حجرة وسميت هذا السنترال كومبارتمنت وسميت هذا بريفرال كومبارتمنت. ليش؟ عشان أسهل. أنت يا دكتور عشان تقيس التركيز في الدم إيش تعمل؟ تسحب عينة من الدم صح؟ أشتي أقيس التركيز في الأنسجة والخلايا إيش أعمل؟ خزعة. خزعة؟ عندنا إحنا ما ندخلش المريض خزعة للمرض عشان نشخص المرض إلا بعد ما استنفذنا كل الوسائل عشان ما نعرضوش الخطر، ما بالك إذا تشي تقيس التركيز الدواء؟ صعب جدا. فالحل افتراضيا، أسحب عينة من الدم أشوف كم التركيز في الدم أعكسه على التركيز في الأنسجة، أسحب عينة من الدم أقيس التركيز في السنتر كومبارتمنت وأعكس التركيز على ليش على البريفرال كومبارتمنت. بنتعلم هذه كلها، بس الآن تفهم إيش معنى كومبارتمنت. هو إنتايتي وش كان بي ديسكرايب باي ديفينيت فوليوم، محدد الحجم عشان يعطيني الكونسنتريشن لهذا الحجم، عشان يعطيني التركيز ليش لهذا الحجم. طيب سنترال كومبارتمنت عرفنا ايش هو السنترال كومبارتمنت، عاليه التزويد في الدم. طيب البريفرال كومبارتمنت، بريفرال كومبارتمنت هو مجموعه البودي ريجونز تو ويش ذا دراجز فانشوالي ديستريبيوتد، اللي توزع فيها الدواء، اللي هي الاعضاء منخفضه التزويد في الدم. اليمينيشن هاف لايف عرفنا صح، هو الزمن اللازم لخروج نصف كميه الدواء من الجسم. ما هو الاكسكريشن؟ هو اخراج الدواء من الجسم. طيب ثريست باس ميتابوليز هو العبور الاولي على الكبد، قبل الامتصاص ولا بعده؟ قبل الامتصاص. طيب نظام الجرعة دوز ريمين هو
تصمم كيف نظام الجرعة. كم الدوز الذي أعطيتها؟ كم؟ 500. وكل كم يأخذه؟ كل 8 ساعات ولا كل 12 ساعة؟ عندما أحدد الدوز حجمها وكل كم يأخذها، هذا اسمه دوز أو دوزج إيش؟ ريمين. طيب دوز ديبندنسي، الاعتماد على الجرعة، عندما تكون عندي تغير العوامل الفارماكوكينيتكس بسبب تركيز الدواء، تغير معدل الامتصاص لأني غيرت الجرعة، تغير معدل الديستريبيوشن لأني غيرت الجرعة، هذا أسميه إيش؟ أسميه دوز ديبندنسي. اللي بعده الدوز دامبينج. إيش معنى دامبينج؟ غرق، صح؟ وهو بالعربي تقدر تقول عنه إغراق الجرعة. كيف تغرق الجرعة؟ بمعنى هذا يجي في حالة واحدة بس، لما تصمم الدواء على شكل سستونايد ريليز. سمعتوا بحاجة اسمه سستونايد ريليز؟ بطيء الإطلاق. مثلا شفتوا الكبسولات اللي هي بطيئة الإطلاق، ايش استفيد منها؟ بدل ما كان مفعول الدواء 6 ساعات اخليها 24 ساعة. كيف اعمل؟ مثلا كبسولة وفيها حبيبات صغيرة، الحبيبات هذه ايش عملت؟ رحت عملت لي واحدة غلاف، بعضها ايش؟ غلاف واحد، وبعضهن عملت لهن 2 غلافات، وبعضهن عملت لهن 3 أغلفة، وبعضهن خليتهن بدون غلاف. طيب ايش يعمل؟ يفتح الجلاتين، تخرج الحبيبات اللي هي بدون غلاف، تذوب اول شيء وتعطيك تاثير، بعدين تحتاج تذوب سائل حق الجسم، بيذوب ابو الغلاف الواحد، وبعدين بيذوب ابو الغلافين، بعدين بيذوب ابو الثلاث الغلاف، بذلك تحكمت بالامتصاص، خليته يمتص على فترات طويله. قام واحد مدبر في المصنع ما صلحهن سواء، ما غلفهنش سواء، الماده الكيميائيه كان فيها مشكله، نزل الغلاف هذا افتكوا كل الغلفه مره واحده، صار ايش؟ دوز دامبينج، اغرقت الجرعه، يعني زودت الجرعة، صار توكسيسيتي، لأنه أنت الآن جبت كمية كبيرة من الدواء تمتص في وقت محدود، ساعة واحدة مثلا وكمل الامتصاص، كم دخلت كمية كبيرة من الدواء، اسمها دوز ايش؟ دامبينج. دوز سايز كم أعطيت؟ 500 100 ألف. طيب دوزينج انترفال يعني كل كم تعطي الجرعة؟ انترفال هو الزمن ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية. دوزج فورم شكل الصيدلاني، تابلت، كبسول، حقن، هذا شكله الصيدلاني. اكسترا فاسكولار ادمنستريشن هو اعطاء الدواء خارج الوعاء الدموي، كل الطرق التي تعطيها للجسم ما عدا الوريد والشريان والقلب. طيب الانترا فاسكولار بعده، انترا فاسكولار هو اعطاء الجرعة في الوريد او الشريان او القلب. طيب وهنا يكون عندي البايو افيبيليتي يساوي 100% في الانترافاسكولار، لانه انت تعطي الجرعه كامله لداخل ايش؟ الوعاء الدموي. اللودينج دوز انا شرحتها قبل شويه، المينتيننس دوز برضو شرحتها قبل شويه. اللودينج دوز انك تعطي جرعتين مع بعض او ثلاث جرعات مع بعض في وقت اول الوقت، مينتيننس هي الجرعه التي تعطيها كل يوم، يعني مثلا كل 24 ساعه 100 ملي جرام وهكذا. طيب بروتين بايندينج، الارتباط بالبلازما بروتين معروف، يلا اللي بعده سستنايد ريليز، عاد انا شرحتها الان، لا مش دامبينج، هي طريقه تصميم الدواء ليش يكون بطيء الاطلاق. الاريا اندر ذا كيرف، المساحه تحت المنحنى وهي تكون بهذا الشكل، هذه الاريا اندر ذا كيرف، واريا اندر ذا كيرف تقيس لي معدل تعرض الدواء للجسم، يعني كم الكميه اللي وصلت للجسم، لانه هذه شوف هنا عند الزمن صفر وصلت لأعلى قمة البيك اللي هو السي ماكس، وهذا آخر شيء، فكم الكمية اللي وصلت من هنا لهنا سميه إيش؟ الكمية الذي وصلت للدورة الدموية أو تعرض لها الجسم. الديوريشن فاكشن زمن، هذا كمية تركيز كونسنتريشن، أما الديوريشن فهو الزمن. أيوة بنفس الطريقة، بس عندما يكون عندي بهذا المكان، لكن هنا أنا قست كم كمية الدواء اللي دخلت للجسم كلها كأني بايو افيبيليتي. طيب بايو افيبيليتي يرمز له بالرمز F وهو الفراكشن، وهو جزء الدواء الذي وصل للدورة ليش؟ الدموية. التنقية أو التصفية هي معدل تصفية البلازما من الدواء، تنقية البلازما من ليش؟ من الدواء، ويكون 130 في إيش؟ في الجلوما فلتريشن. الإيمينيشن ريت كونستانت هو الأسلوب، تمام؟ الأسلوب ميل المنحنى، ميل المنحنى عند الجرعة، كيف تقيس ميل المنحنى؟ بهذا الشكل، مثلا معاك جرعة عن طريق الآيفي، أنت تشي تقيس كمية الانحدار
في تركيز الدواء أو النقص في تركيز الدواء هو ثابت صح؟ أتكلمنا أنه ثابت، فدائما نقول عنه كونستانت ثابت. كيف تقيسه؟ تأخذ نقطتين على المنحنى ومعك قانون خاص فيه بندرسه إن شاء الله في المحاضرات القادمة، تقيس فيها كم معدل الإيش أو ثابت معدل الإخراج. Elimination Half-Life تكلمنا عليه، Maximum Concentration تكلمنا عليه، C-Max، Time to Maximum Concentration تكلمنا عليه، هذا التنقية للبلازما. أما Elimination زمن ثابت معدل، كل كم يخرج دواء، كل كم تخرج الدواء من الوقت. الفوليوم ديستريبيوشن طبعا موضوع طويل، بقول لك هو بحاجة بساطة بس. شوف أي دواء معه حجم توزيع ظاهري، بمعنى أنه كم سائل يحتاج عشان يتوزع، كم السائل داخل جسمك؟ 5 لتر. هذاك الدم السائل كله داخل جسمك 42 لتر. طيب معك 42 لتر داخل جسمك، في عندي دواء يحتاج ل 12 ل 20 لتر عشان يتوزع، يحتاج كم سائل؟ 20 لتر. طبعا ايش تفيدنا دراسه الفيلم ديستريبيوشن؟ هو دراسه التركيز والكليرنس، فبالتالي يحتاج 20 لتر يدخل ياخذ من الجسم 20 لتر ويطلع. في ادويه تحتاج 40 لتر معانا صح؟ طيب في ادويه تحتاج 70 لتر، تعرفوا الديجوكسين؟ ايوه. يحتاج 500 لتر. آه. عشان يتوزع. طيب يا تعرف الكلوروكوين حق الملاريا؟ يشتي 14 ألف لتر، ما بش معانا الا 42 لتر. هو لو حتى لو نقصت الجرعه هو يشتي 14 ألف لتر، تدي له 14 ألف لتر يتوزع بينه عشان تحل المشكله هذه. انا ايش اقول لك يا منيب؟ هل احنا لنا علاقه في الموضوع هذا؟ بقول لك ما لناش علاقه يا اخي، خصائص الدواء بس، اكيف نفسي على حسب خصائص الدواء. عشان كذا اقول لك الديجوكسين خذه 5 أيام بالاسبوع ويومين خليها اجازه. ليش؟ عشان تدي له مساحه ياخذ ال 500 لتر. وقل لك انتبه الدواء خطير، جرعته الفعاله قريبه من الجرعه السامه، فبالتالي ضيق المنسب العلاجي، فانتبه له. بمعنى انه يجس في جسمك ديب في الخلايا والانسجه، منتظر ايش؟ منتظر 500 لتر. تدي له 500 لتر يتوزع بينهن يخرج، فبالتالي الفعاليه الهاف لايف حقه 72 ساعه 50 ساعه 48 ساعه في بعض الكتب. يعني يحتاج 48 ساعه عشان تخرج الكميه اللي انت اعطيتها اللي هي ربع ملي جرام 1 ملي جرام. طيب صاحبنا الكلوروكوين، انتم عارفين كم الهاف لايف حقه؟ اسبوع، حبه واحده في الاسبوع تاخذ للملاريا. ليش؟ لانه يشتري 14 ألف لتر، ينتظر لك اسبوع كامل عشان تتوفر له، يجي نهايه الاسبوع خلص 14 ألف لتر وخرج. طيب انا اقول لك نصف العمر، يعني عشان تخرج 99% اضربها في 7 في 7 49 يوم صح كذا؟ يحتاجها الكلوروكوين عشان تخرج 99% كم؟ يعني قريبه كم؟ شهرين صح؟ 3 شهور. طيب تخيلوا الكلوروكوين حوامل، فنقول للدواء اللي مش آمن هذا اللي ناخذه كل مرة أسبوع، ناخذ الممنوع للحوامل ولا المرأة اللي مخطط تحمل خلال 3 شهور. ممكن تحمله عد ما زال في عندنا دواء داخل الجسم، فبالتالي إيش يحصل؟ يحصل أضرار الجنين. فهذا الفوليوم ديستريبيوشن. ففي بعض الأدوية تحتاج 5 لتر 10 لتر 12 لتر، هذه سهلة أموره ما فيش مشكلة، يجي حق لها الفلاف قليل. وفي بعضها تشتي 500 ملي لتر، في بعضها يشتري 14 ألف لتر قدوة على واحد منه كلوروكوين. عشان كذا حق الفعالية أو الهاف لايف طويلة جدا. هذه محاضرة اليوم ريفيو، وإن شاء الله نواصل الأسبوع القادم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.